نيابة عن أعضاء الجمعية البحرينية للشفافية، أرحب بالسادة الحضور أجمل ترحيب وأشكركم مشاركتنا احتفالنا باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق اليوم 9 من شهر ديسمبر من كل عام حسب قرار الأمم المتحدة. وتحتفل بهذه المناسبة أغلب دول العالم والعديد من المنظمات الدولية المهتمة بهذا الشأن. ودرجت الجمعية بالاحتفال بهذه المناسبة منذ العام 2008 بعد أن دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز التنفيذ في ديسمبر 2005، علما بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت الاتفاقية في 31 أكتوبر تشرين الأول 2003، وطلبت من الأمين العام أن يكلف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية حسب القرار 58/4. ونود الإشارة إلى أن من ضمن بنود الاتفاقية المادة 13 التي تبرز دوراً للمجتمع المدني في مكافحة الفساد من خلال دعوة الحكومات للسماح ولدعم هذه المنظمات للقيام بدورها في زيادة الشفافية وتمكين وصول الجمهور للمعلومات. متحدون على مكافحة الفساد والأمن والأمن، هذا هو الشعار الرئيسي للمكتب المعني بالمخدرات والجريمة لهذا العام لليوم العالمي لمكافحة الفساد. ارفع صوتك، أحد الشعارات التي اعتمدها المكتب لمواجهة الفساد. ارفع صوتك بكتابة موضوع صحفي أو تغريدة أو مشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى لنشارك في دعم التوجهات والحملات وزيادة رفع مستوى الوعي لمكافحة الفساد بما يمكن أن نقدمه طبقاً للقوانين النافذة، ليكن هدف الجميع هو نشر ثقافة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. تقدر الأمم المتحدة في تقاريرها أن قيمة المبالغ المسروقة عن طريق الفساد على مستوى العالم قد تصل إلى ما لا يزيد على 1.5 تريليون دولار أمريكي، وهذا مبلغ يساوي 5% من الناتج المحلي العالمي. وفي البلدان النامية بحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد 10% من إجمالي مبالغ المساعدات الإنمائية المقدمة لهذه الدول. وتعتبر الفساد جريمة خطيرة وظاهرة اجتماعية واقتصادية وسياسية معقدة وواحدة من أكبر العقبات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم. تمر أغلب الدول المصدرة للنفط بظروف اقتصادية صعبة بسبب انخفاض أسعار النفط، مما استدعى بعض من هذه الدول بفرض رسوم وضرائب لزيادة الدخل لتغطية جزء من انخفاض أسعار النفط الذي تسبب في ارتفاع العجز في ميزانيتها. ومن هذه الدول مملكة البحرين التي بدأت في تخفيض دعم بعض السلع مثل الكهرباء والوقود وفرض رسوم متعددة وفي الطريق فرض ضريبة القيمة المضافة. نعتقد نحن في الجمعية البحرينية للشفافية أن الاهتمام بوقف الهدر في الموارد وضبط المصاريف ومتابعة ما يرد في ديوان الرقابة المالية والإدارية والحد من الفساد وفرض الضرائب العادلة على أرباح الشركات العاملة سوف تساهم بتحقيق عوائد ستغني عن التوسع في فرض ضرائب إضافية ومتعددة. في العالم في العام 2016 نشر الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين نتائج تحقيقاته عن مجموعة من الوثائق سميت أوراق بنما. تلك الوثائق التي خلقت زوبعة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي للملاذات الآمنة وحجم الخسائر التي يتحملها الاقتصاد العالمي لهذا السبب. ومن نتائج نشر تلك الوثائق استقال بعض المسؤولين في بعض دول العالم، واتخذت دول أخرى إجراءات لمتابعة تلك الوثائق. وفي شهر أكتوبر من هذا العام تم اغتيال الصحفية المالطية كاروانا جاليزيا عندما تم تفجير سيارتها عن بعد في الأسبوع. وفي الأسبوع الماضي تم اعتقال 8 أشخاص والتحقيق معهم بخصوص اتهامهم بهذه الحادثة بعد أن عرضت الحكومة المالطية مبلغ 1 مليون يورو لمن يدلي بمعلومات أو يساعد في التحقيق للوصول للمجرمين الحقيقيين، مجرمين الحقيقيين اللي قتلوا الصحفية طبعا. وهنا لابد من الإشارة إلى أهمية إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والنشطاء لكي يطمئنوا على حياتهم ويتمكنوا من المساهمة في كشف الفساد
صحيح أن مثل هذا القانون لن يمنع الجريمة، ولكنه بالتأكيد سيوفر حماية قانونية للنشطاء وسيحد من مثل هذه الجرائم. في الشهر الماضي قام وفد من البرلمان الأوروبي بزيارة إلى مالطا في مهمة لتقصي الحقائق حول هذه الجريمة، جريمة القتل، وتوصلوا إلى وجود شكوك وقلق في ضمان سيادة القانون في الجزيرة المالطية في هذه الحالة، وتخوفا سلبيا حول الإفلات من العقاب، وهذه تخوفات جدية أبدوها. شهر نوفمبر من هذا العام صدرت مجموعة جديدة من الوثائق المتعلقة بالملاذات الآمنة والتهرب الضريبي، سميت هذه المرة أوراق الجنة، بارادايس بيبر. وقام الاتحاد العالمي للصحفيين الاستقصائيين بدعم 370 صحفي حول العالم بالتحقيق والتحقق ومتابعة هذه الوثائق، كما سبق أن تولى نفس الأمر مع وثائق بنما. سيتولى الأخ الدكتور حسين الربيع الحديث عن هذا الموضوع في فقرة تالية في هذا المساء. بمناسبة صدور تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 14، والذي يحتوي على العديد من الملاحظات التي يمكن أن يستفيد منها السادة النواب في أداء مهام الرقابة، نحث مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات المناسبة والداعمة لجهود ديوان الرقابة المالية، وإلزام الجهات المعنية بتنفيذ توصيات الديوان والتفاعل مع ملاحظاته حسب الصلاحيات الدستورية الممنوحة للسادة النواب بمتابعة تصحيح الملاحظات، ودعوة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التي تمنع تكرار مثل هذه الملاحظات. أكدنا في جميع فعالياتنا السابقة ونكرر أهمية الالتزام بتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعلى الأخص فيما يتعلق بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وهذه بالمناسبة نوقش هذا القانون في مجلس النواب في 2010 وعيد تكرار مرة ثانية في 2014، وإصدار قانون حق الحصول على المعلومات. وكان لنا الشرف أن مع بعض النواب في 2009 أن نتقدم بمقترح لهذا القانون، وقانون حماية الشهود والمبلغين والنشطاء. وبهذه المناسبة ندعو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأهمية مشاركة المؤسسات المدنية في البحرين في الإعداد لقانون عصري للجمعيات الأهلية والأندية الرياضية، والمشاركة من خلال ورش عمل واجتماعات إعداد وتنقيح مقترح القانون الذي سيقدم لمجلس النواب. أكرر شكري لحضوركم احتفالنا هذا، متمنين استمرار دعمكم للجمعية وأنشطتها في تحقيق أهدافها لنشر ثقافة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. ونود أن نشير إلى قيام الجمعية كما هي في المرات السابقة بمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية التي من المتوقع أن تقام بشهر أكتوبر 2008، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 2018 آسف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.